سوف نتعرف على طريقة وكيفية حل مشكلة تفعيل جهة تفعيل اقتراح جهات متكررة. نقوم بالضغط هنا على تطبيق تيليجرام، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على الإعدادات، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على الخصوصيات والأمان، من ثم سوف نقوم بنزول إلى الأسفل والضغط هنا على الاقتراحات جهاز المتكرر. بهذه الطريقة نكون قد قمنا بتفعيل اقتراح جهاز المتكرر. هكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله.